نو الكتريستي. ما كنت عايز اشغل الكتريستي ازاي؟ تعال لي يا اسطى. ريح بقى. بقول لك ايه، عايزين نشغل الكتريستي. نشغلها ازاي؟ رد عليا. اوه ايه الاخبار؟ اللعبه نزلت على البي سي. انا كنت عايز العب اللعبه دي بقالي فتره، تمام، بس المشكله كلها ان انت عشان تلعبها على الايميليتور الموضوع بيبقى مسخره شويه، عشان السيتنج وبتاع الموضوع بيبقى فيه قلش كده مش مفهوم. وانا اصلا العاب الايميليتور دي ساعات انا بتخنق منها اصلا. يعني انا ما لعبتش جراني قبل كده، ما لعبتش اي سلسله من سلسله جراني. كل اللي اعرفه من اللعبه دي انت المفروض ان انت هتسكيب بس، وعندك 5 ايام. ده اللي انا قريته من الديسكربشن بتاع اللعبه. واللعبه مليانه بازلز، تمام. انا هجرب ايزي بصراحه لان انا اول مره، فمش فاهم الموضوع عامل ازاي، وهسيبهم كلهم يكونوا موجودين. فما اعرفش بقى اذا كان يعني ده هيبقى حاجه كويسه ولا لا، بس هنشوف. فجماعه لو عجبكم اصلا السلسله دي يا ريت تدعموا الفيديو ده بلايك، ويعني ولو انت جديد معانا في القناه وحابب ان انت تكمل معانا يا ريت تعمل سبسكرايب، واكتب لي تحت في الكومنتات يعني فاهمني ازاي، يعني عن شعورك واحوالك وبتاع وانت عامل ايه. يعني عارف انت ما عندكش اي حاجه تقولها، يعني اكتب اي حاجه. اكتب امل تلعب الكوره، حماده بيحب غدا، عارف انت اي حاجه. المهم ان انتوا ايه، زودوا الكومنتات بحيث ان احنا نسيطر على الالجوريزم بتاعت اليوتيوب، عشان الالجوريزم بتاعت اليوتيوب عايز الحرق. وفيه ده المكان اللي انا داخله اصلا، ده المفروض البيت بتاعهم. مش ممكن على الجرافيكس. الله، ده البريدج اترفع. اوكي، ايه بقى دخله مريبه؟ اوبا، الو، رايح مثلا دي 1. اوكي ماشي، احنا في زنزانه، الدنيا ظريفه ماشي. يعني هي هتبتدي من اول دلوقتي ماشي. ايه ده؟ اوكي استنى، ويت يا عندك كراوتش. اه في كراوتش. علاوتك في المزيكا ماشي. يعني هي اللعبه تعتبر اصلا زي سكيب روم مع شويه سسبنس. اوكي انا خرجت. اوكي ايه يا رجاله عاملين ايه؟ ايه الكلام؟ يلا بينا نروح. اوكي دي بازلز. اوكي بيقول لي ايه؟ seems to be sometime. اه مش بيتك عايزه ايه؟ اوعي. ايه ده؟ انا ريحت. انا ما كنتش متوقع حاجه زي كده. عشان بس تبقى انتوا عارفين، انا دخلت لعبت اللعبه دي، عملت كل حاجه، وعلى اخر حته خالص كان المفروض ان انا ههرب، حصل جليتش خلاني ان انا نرفز، رحت قافل اللعبه. اوكي ابو اسماعيل دي كربت التوتر. اخر محاوله يا ابو اسماعيل. ازاي يخرب بيت القلش؟ طيب انا دلوقتي ايه داخل وعارف انا المفروض هدور عليه بالظبط، بس هي المشكله ان الالغاز بتاعتها او الحاجات بتاعتها راندوم، يعني مش كل مره هنلاقي الحاجه بتاعتنا في نفس المكان، لا هنلاقيها في حته ثانيه خالص. هنا مفيش حاجه. اوكي مش مهم. فانا داخل المره دي بقى انا مستحلف لهم. باي. انا بقى عندي تريكات، بقيت فاهم بالظبط اللعبه دي ايه اللي بيحصل فيها بالظبط. انا جاي لك على فكره وهجيب لك سلاح وهقتلك انت واللي يشدد لك. اخلعي عشان انا مستحلف لك انت وبنتك والراجل الكبير اللي معاكي. ماشي دلوقتي احنا بنلعب ضدهم هم الثلاثه. اه تعالى هادي هادي. انا كده فاهم دلوقتي، انا كده فاهم دلوقتي ايه اللي انا هعمله مع البتاعه دي. تعالى لي يا اسطى. وبنكي معانا سلاح. مع بدايه الموضوع كده احنا معانا سلاح. واي يا ابن اللذينة واطي. معانا سلاح، معانا سلاح، ده مبلغ عال، ده مش بطال. اوكي معانا الدبدوب. تعال نجيب السلاح الاول، بس خلينا الاول ايه نجيب الحجاره الجميله دي. انا هفرجكم مين هو اسماعيل. الدبدوب اللي في العربيه دوت هيخلينا ان احنا نخلي بنتهم تخلع، بنتهم الثالثه. انا اللي انا لحد دلوقتي لسه مش شايفها، معرفش ليه. اوكي لقينا البتاعه بتاعت البوابه، دي المفروض ان احنا نفتح بيها البوابه. وهنا هنيجي للبنت اللطيفه بنتهم، هنرمي اللي انا لحد دلوقتي ما اعرفش هي ليه مش عايزه تظهر. جيت اوت، جيت اوت. الراجل الطيب ده انا عايزه نام. تعرف لو نام انا هجيب الشوت جن بتاعته. اه يخرب بيتك، يخرب بيتك. ده تعالوا لي بقى رايح. لا والله ما ينفعش. انا كنت فاكر ان انا النجم ده هضربه هيهرب. ادي ماشي. ايوه عايزين كبريت. المفتاح ده بتاع الكشك اللي تحت. باي. الدبدوب ده بتاع بنتها، هنهدي بنتها عارف انت عشان
يخرب بيتك. اوكي بنتها بنتها لو فضلت بصلنا كتير هنريح. اوكي جو 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 جو. الاسانسير علق. الاسانسير علق صح. طلعني يلا. الاسانسير علق يا عم. سامعك جليتشات. هاي هاي يا حاج عامله ايه ازيك؟ عشيو شايفاني ولا حاجه على فكره. وانت هبله هنروح نجيب السلاح بتاعنا الجميل جدا تمام وهنسيطر عليهم. ليه؟ عشان هي عائله قذره. باه يخرب بيتك. المفتاح ده كان بتاعي. استنى استنى احنا كنا فتحنا البتاع ده. انا نسيت خالص ان احنا فتحنا البتاع ده. هات البتاع دوت. اوكي معانا حاجات لا باس بيها. اوكي هنروح نولع في البتاع دوت. هنجيب ازيك ازيك ازيك. هنروح نولع في الخشبه. ها اوكي الحمد لله احنا لبسنا في تراب. كنا هنريح في الحته اللي فاتت دي. هنروح نولع في الخشبه عشان نطير الغراب عشان ناخد المفتاح. ايوه ماسكه ماشي. البتاع الزفت نيله مشي. اوكي ده بتاع الجنريتور. اوكي انا افتكرت ان هو هيقف فوق الكشك. مش هدي عشان انا محتاجها. بس انا محتاج ان انا انيمهم الاول. هتم ولا ايه؟ تري سيكستي نوسكوب. وفين اللي عامل لي فيها خفاش؟ صوت الاسانسير ده عامل لي ازعاج. كويس ان انا بقيت حافظ المابا. هي المشكله انت تعرف لو حفظت المابا خلاص الدنيا كده ظريفه ريبيس. اوكي ايوه جو 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 جو. ازاي ده بتاع البوابه؟ جو 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 جو. انا السلاح حاطه فين؟ تعالوا لي بقى تعالوا لي بقى من خلال الها. ازيك ريحي. فين جرامبا؟ ارجع. طيب ايوه بس كده عامل لي كتير باجي. برا برا. خلينا نجيب الفازه. في فازه كده المفروض هنجيبها تمام. ممكن نجيبها بالشوتجن. فين فين الفازه؟ ادي واحده. ما ينفعش في واحد بره المبنى ولا ايه؟ الوعت هنا انا ريحت. بس نصير اصلا معلق. ماشي انا هحاول اطلع فوق السطوح. لو طلعنا فوق السطوح في فتحه ان احنا تنزلنا تحت تقريبا. دي ممكن نجيب الحاجه بتاعتنا. لا بقى يخرب بيت القلش يا عم القطع. ايوه تعالى في فتحه هنا تقريبا. اهي. اوكي جو 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 جو. اوكي ازيك تخلعي بقى عارفه اخلعي. ايوه ايوه يلا يلا هات الفازه دي. يلا يلا لسه انت لسه هتحبيني. مشيتي واديتني مفتاح كمان ابيض لوك. اوكي ده بتاعت البتاع اللي تحت. عشان شم الشجار. هات البتاع دي مليانه ميه. جو 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 جو. ايوه اديني بقى ال ها. مش عايز الاسانسير يتحرق. الاسانسير يولع. هم فين بقى؟ تعالي لي. في فازه هنا المفروض اهي. بسرعه بسرعه بسرعه. املاها ميه املاها ميه املاها ميه بسرعه. بس انا لازم افتح القفل دوت. والقفل دوت هنفتحه ازاي؟ عن طريق المفتاح اللي احنا اخدناه من البنت. وير دوينج جريت وير دوينج جريت. مش جريت قوي يعني بس هو جريت. ايوه ده مفتاح ايه؟ ولا المفتاح المفتاح يخرب ولا المفتاح يا كان المفتاح نزل نزل من المابا. خليه يبوط عليا يمكن يعمل ريسيت لاي حاجه. تعالى موتني تعالى اضربني تعالى اضربني على اخر يوم حتى. هو انا ما تسيبونيش بقى ما تسيبونيش بقى والنبي بقى بالله عليكم بقى. انا عايز اقعد معاكم. اللعبه لعبه مليانه جليتشات بطريقه بنت لذينه. انا عايز اقول لكم ان انا شفت حد اصلا كان بيلعبها نزل من المابا. يعني هو كان خلاص بعد كل حاجه وبتاع والدنيا لطيفه. اهو المابا المفتاح اهو سيف كي. ايه ده المفتاح نزل وقع على الو. ما علينا هدي. انت لعبه عايزه الحر. نو الكتريستي. هو كنت عايز اشغل الكتريستي ازاي؟ تعالى لي يا اسطى. ريح بقى ريح بقى ريح بقى. بقول لك ايه عايزين نشغل الكتريستي. نشغلها ازاي؟ رد عليا. اوعى اوعى بقى اديني اديني. تمام البتاعه دي كان قال لي ان انا اشغلها بس مش عارف اشغلها ازاي.
فعلا يا جماعه احنا بنهرب تقريبا هنسكيب. جو ويت اروح افتح البوابه. ايوه احنا جامدين جدا ولا حاجه ولا ايه الكلام؟ كان في المفروض ان البتاعه دي بيطلع فيها تمساح. تعالوا بقى هم فين بقى؟ انت يالا اللي منطقه اللي ما فيكيش حد يالا ولا انزل يا انزل انت هو يالا. في تمساح المفروض بيبقى هنا بس انا مش فاكر. انا المفروض ان احنا اليوم الكام؟ اليوم الثالث على التوازي. انا خايف ان انا اروش بالتمساح بالبتاعه دي اموت. وغالبا اصلا تقريبا انت ممكن لو نزلت ما ينفعش تطلع منها اصلا يعني. فخلينا نمشي يا جدعان. انا ماشي. باي 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 باي. اتحرقوا اولعوا اولعوا. ايه ده؟ بص ايه مالها البنت اللي في النص مالها مسؤولك يا ليه؟ زين عايز اقول لكم اللعبه مليانه جليتشات وكويس ان انا عملتها على ايزي يا اخوان. لان انا يعني بصوا اقول لكم على حاجه، هي اول مره تلعبها على ايزي. بعد كده ادم فهمت اللعبه بقى خلاص تمام تقدر بعد كده ان انت ممكن تعلي في الليفل. لكن اول مره ان انت كنت تعملها على نورمال او مثلا او اعلى من كده يعني الموضوع عايز اقول لكم مسخره جدا. يعني عايز اقول لكم ان هي على ايزي ويعني كانت في قلش كتير وانا كمان كنت في حاجات مش فاهمها يعني. وغير ان اللعبه كمان اوقات كان بيبقى فيها جليتشات، المفتاح اللي نزل سقط في المبا دوت وفجاه لقيناه في الدور الثاني. الموضوع مسخره جدا يعني. عامه يعني يا رب يعجبكم كل فيديو حبيبي. تشوفوا فيديوهات ثانيه من العاب رعب او من العاب مختلفه اتاكد تعملوا لايك وسبسكرايب وشوف كل فيديو جاي. سلام.